شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. أترك كل شيء وأعطى كل شيء واحمل الصليب وتعال تجد الراحة والهدوء لن يغيب ظنك تعال. Yohanan
بالكنيسة موجودة ولها طقوس خاصة وصلوات
الثروات اكيد الشمامسه العنكبوت هذه اللي نسميها اسابيع اللي مقسمه بها السنه شهر واحد. فاليوم هذا الانجيل قريناه اليوم انا اسميه انجيل الدعوه. بس اليوم حضرت امتحان كلش قوي. مستعدين للامتحان ولا لا؟ نو هذا راسي بس منهم خاف. اول سؤال، كم اسم ذكرنا بالانجيل؟ ارفع ايد اريد اعرف. كم اسم ذكرنا بالانجيل؟ نعم فوق. زين، هل أربعة تقدرين تذكرين أسمائهم؟ إندراوس، يعقوب، يوحنا، لا لا قلتي أربعة، باقي الرابع زين. أول سؤال بسيط، انجيل ما منو كان؟ هذا انجيل متى، هذا اول اسم. يسوع كان يمشي على بحيرة طبيراوس او طبرية، شاف اثنين اخوه، منو هذول الاثنين؟ ارفع ايد يسرع. شمعون واندراوس، بطرس واندراوس، بعدين صار بطرس. شمعون واندراوس، فاذا متى واحد، شمعون واندراوس. زين، بعد شوية مشوا اثنيناتهم ثلاثتهم، يسوع ويا ثلاثتهم مشى، ذكرنا متى وشمعون واندراوس. شاف اثنين آخرين ويا أبوهم، منو هذول الاثنين؟ يعقوب، اي يعقوب وبعض شخص اللي يرفع ايده بس رجاء. يعقوب اخوه يوحنا، اخوه يوحنا. هاي صار عندنا خمس اسماء، انتبهوا على اسماء، متى، اندراوس، بطرس، شمعون، يعقوب ويوحنا. بعض ارفع ايد رجاء. بعض منو؟ زبدة. هذا سته، ايه انت شويه شككتي. المهم هاي سته. بعد، نعم دكتور. يسوع، يسوع ابو الآلة، يسوع الشخص الاول، يسوع نسيناه. كثير مهم انجيل الدعوه. قبل ما نفهم الدعوه شنو هي لازم نعرف يسوع كان يحتاج إلى تلاميذ. Jesus wants some disciples to take his mission, to continue the mission, because it's not to stay with them forever. As a physically, just a, he's going to continue the mission. كان يحتاج إلى تلاميذ. نقطة أساسية، اختيار وتدريب. You want to choose them and treat them or train them. هاي نقطة أساسية يحتاجها يسوع. وهذول ال 12 هل أمرين مهمين؟ أنه الاختيار والتدريب. نقطة حلوة عجبتني من أحد اللي كان يقول، إحنا بالواقع الحالي أنا أروح أختار المدرسة اللي أريدها أو الجامعة اللي أريدها حتى نسجل بيها. As a life, normal life, I choose my school or my university to go to register my name. I choose. That is meaning is for my life, earthly life. هاي حياة أرضية أنا أعيشها. بس تختلف عن اختيار الله اللي هو يسوع لكل واحد من عندنا. لما يختار واحد، وهذا الاختيار كثير مهم، حر. شماشة تصير شماس، تعال. تعرف تقرأ؟ تعال. تصير راهب؟ أوكي. تصير راهبة؟ أهلا وسهلا. تصير كاهن؟ أهلا وسهلا. هاي الدعوة
بس انت حر تريد تجاوب على هاي الدعوة لو لا. God is calling you, but it's up to you. You wanna respect, to follow, or not. كثير مهمة. When you follow Jesus, that is meaning you have a good relation with Jesus, with Him. لازم يكون عندك علاقة. وهاي العلاقة is love. If you don't love Jesus, how you follow? إذا ما تحب يسوع شو راح تتبعه؟ إذا ما في علاقة محبة بين التلميذ والأستاذ شو راح ينجح العلاقة؟ شو راح ينجح الرسول؟ شو راح ينجح التلميذ؟ ما راح ينجح، راح يخسر، راح يفقد دعوته، راح يخسرها. لازم يكون علاقة حب بين الداعي والمدعو. يسوع دعانا والتلاميذ لبوا الدعوة. وما بس اليوم التلاميذ، كلكم اكثريتكم هنا قلتوا نعم واحد للاخر، قدام منه قدام يسوع. لما قلتوا نعم لسر الزواج الكهنوت، لسر الزواج المقدس، هذا ايضا هو كهنوتكم، كهنوت التكريس واحد وكهنوت الزواج واحد. ما بس لانه الزوج والزوجه يعيشون حياه اول شهر عسل بعدين يصير بصر. للاسف الشديد وين النعم مالتكم؟ نفس الشيء التلاميذ. الشيء كثير حلو بالموضوع هسه عم نشوفه. يسوع قال لتلميذين تعالى اتبعني. بس قبلها، قبل ما يدعو يسوع التلاميذ، قبل ما يدعوهم، اول تلميذين شمعون وندراوس، قبل ما يدعوهم كانوا تلاميذ يوحنا. شمعون وندراوس كانوا تلاميذ يوحنا، دراوس يوحنا كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان. لما قالوا هذا هو حمل الله الحامل خطايا العالم، فذهبا خلفه فرعاهما يسوع. ماذا تريدان؟ أين تقيما معلم؟ تعالى وانظرا. بقي يوم واحد يوم حسب الإنجيل يقول، ومكثا ذلك اليوم عندهم. بس يوم واحد مكثوا، بس ما قالهم أنتم تلاميذ اليوم تعالوا صيروا صيادي بشر، لا، تعال وانظر. معناته عاشوا، نقول كم ساعة ويا يسوع، عرفوا وضعية يسوع وحياة يسوع. بس اليوم يسوع دا يمشي على جانب البحيرة وشافوا تلميذين شمعون وندراوس. معناتها كان عندهم علاقة قبلها، لأنه ما سهلة يسوع يقول هو نايم وقعد ثاني يوم الصبح أقوم أختار تلاميذ. لا، يسوع يقضي كل وقته صلاة. والسؤال يطرح نفسه، زين إذا يسوع هو الله منو دا يصلي؟ يسوع صعد إلى جبل الصلاة، ذهب إلى الصحراء للصلاة، كان يصلي. لمن اللي يصلي يسوع؟ غير نفهم لمن كان يصلي. لا تجاوبون، أريد أعرف منو اللي يجاوب. نعم أعتقد نزل كإنسان. نعم، إيه نزل كإنسان. نزل كإنسان، فهو اعتبر نفسه كإنسان يصلي لأبوه. حتى يعلمنا الصلاة، يعلمنا الصلاة، يبارك صلاتنا. فهنا النقطة الأساسية كان يسوع يصلي. فإذا لما نختار التلاميذ كان أكو صلاة. هاي هي دعوتنا اليوم قبل أي عمل تقومون بينه، صلوا رجاء. صارت الصلاة بس وقت المرض، وقت الألم، وقت الوجع. ليش؟ ليش بس هذا الوقت؟ ليش ما دائما نصلي ونشكر الله؟ اليوم حكيت مع صديق الصبح بالتليفون، قال شو سوي الشيطان غلط؟ لا، ما غلبان الشيطان. لو كان غلبان الشيطان انا ما كنت احكي معاك اليوم، وانا اليوم ما كنت اشوفكم. اذا الخير هو اقوى من الشر. ليش؟ لنعيش. شكرا يا الله على هذا النهار اللي اعطيتنا اياه اليوم الصبح. كثير ناس ناموا ما قعدوا الصبح، غمضوا عين ما فتحوا. احنا نشكر الله.
ليش ما نكون مريض؟ أقوم أخلي كل الصور القديسة أخليها فوق رأسي والمسح أخلي بس ما نكون صحة وعافية يا قديسين يا كنيسة. ليش؟ هو هذا الإيمان إيمان مريض، إيمان هذا فيروس اللي يقتل. خلي نعيش بفرح دائما مع الله. فإذا يسوع صلى واختار التلاميذ. تعرفون التلاميذ كلهم كانوا متزوجين، صح ولا لا؟ كلهم كانوا متزوجين، بس واحد منهم حسب الكتاب يقول يوحنا ما كان متزوج، كان بتول وأصغر التلاميذ. فلما راح على شمعون وندرايوس قال اتبع عالي، إيه هاي فرصة، حمزين خلصت متزوجت روح اتبع يسوع حسن، أنت ما شكلي يا زوجة الضالة. هذا عنده عائلة، شو تركها وراح؟ عنده أولاد، شو تركها وراح؟ معناته غير يعرف يسوع ده يدعو إلى رسالة أكبر، إلى مهمة أكبر. ما يسوع فرصة للعائلة، لا، لأنه كل واحد قلب. احنا صحيح مدعوين ككهنة مكرسين الى كهنوت الى الخدمة، انتم مكرسين الى زوج وزوجة اب وام، تعرفون تربون مو بس باول لحظة الزواج مالكم والحفلة وهاي الفرحة والخلصة بعد ما نفكر، وبعدين للأسف تصير بيها خيانات ومشاكل وغيرها، ينسون الفرحة الاولى من يوم الزواج. فكل واحد من عندكم هو مدعو يكون تلميذ. اليوم يسوع دعا هذول التلاميذ قال لهم تعالوا. زين بالاول مثل ما قلت بدايه الكلام انه الطالب يختار الجامعه اللي يريد يروح لها، يختار المدرس اللي يريد يدرسه as a private. بينما يسوع اليوم هو اختار واحنا تجاوبنا ويا الدعوه. اختيار يسوع التلميذ، ليش ما راح للهيكل اختار له تلاميذ؟ اكو تلاميذ بالهيكل، ليش ما اختار تلاميذ من هناك؟ سؤال يطرح نفسه، ليش يوحنا المعمدان ابونه كاهن بس ما راح صار كاهن، راح للبريه صار عكس الوالد. يسوع يختار تلاميذ ما راح للهيكل، راح عكس المفهوم عليه. زين انا احتاج غير تلميذ اروح غير الهيكل اللي يدرسوه المدرسه الفلانيه اللي يدرسوها، غير احتاج من هناك؟ ليش ما راح هناك؟ راح الى واقع الانسان اللي يعيشه، وراح الى ابسط حياه الانسان اللي يعيشها، ياكل ويشرب ببلاش. التلاميذ اللي ياكلون من صيد السمك كانوا يصيدون، ما يشترون كانوا يصيدون، فكلهم كانوا ببلاش. يعرفون طعم المسكين والفقير، يعرفون. ويسوع اجى اختار هاي الفئة البسيطة الأمية حتى يعيشون في أبسط الحياة، ما أقولها واقع لا، أبسط الحياة اللي يعيشوا حتى يرفعون الإنسان مرة ثانية. بعدين راح شوية، هاي الضربة القوية هنا، شاف يعقوب ويوحنا أولاد زبدي هناك دي يصيدون، دي يشتغلون بالصيد، دي يصيدون هنا، شاف دي يصلحون، شوفوا مهنتين دي يصلحون الشباب ويا أبوهم، شافهم يسوع تعال اتبعاني. immediately ماذا قال بالإنجيل؟ immediately they left the boat and the net and their father. عفوا الأب والمهنة وكل شيء ورأسا تبعوا يسوع. ما سهلة. اليوم يسوع يدعونا، يدعو كل واحد من عندنا إلى رسالة معينة. الكاهن المكرس مكرس المذبح الرب، الراهب مكرس للصلاة، الشماس مكرس للخدمة الهيكل وخدمة عائلة. إذا الكاهن ما متزوج أكيد عنده عائلة. وأنتم كلكم مكرسين، كلكم أنتم كهنة بالبيت، أب هو كاهن بالبيت شلون يربي العائلة، والأم اثنيناتهم يبنون. اليوم هالتلاميذ تركوا كل شيء، ما فكروا لا بالعائلة
لا أب لا أم لا زوج لا أولاد ولا شيء تبعوا يسوع. هاي هي الرسالة اليوم يسوع يريدها. بس شنو هو؟ انطاهم حرية، ما جبرهم، انطاهم حرية، دعاهم كيف تريد تجي تتبعني؟ أهلا وسهلا، أغيركم من صيادي سمك إلى صيادي بشر. شو يصيد البشر؟ شو نصيد عن البشر؟ أنا مكرس أصيد البشر، أطلعه من خطيئته، من حياته الصعبة، من مشاكله، من همومه، من كل شيء. مثل ما قلنا في بداية الشرح، قلنا احتاج يسوع إلى رسل حتى يكملون الرسالة، فالكاهن أيضا محتاج إلى خدام يكمل الرسالة، إذا كانوا شمامسة، إذا كانوا جوقة، وإذا كنتوا أنتوا أمنا، أنتوا رسالة، أنتوا حاملين الأسرار حتى نعيش هذا الدعوة مالتنا كأب، كأم، كشماس، ككاهن، كجوقة، كلنا خدام لهيكل الرب. اليوم دعوة نصليها من أجل الدعوات الكهنوتية الرهبانية، ومن أجل أشوف شمامس صغار يحبون يخدمون. لا نقتل هالدعوة، نخلقها، خلي نفتحها بمساعدة أكيد الشمامس الكبار اللي دا يخدمون، هم محتاجين إلى فعلا محتاجين كلمة شكر حلوة. إذا شماس دا يتعب يقدم خدمات شكرا، إذا الكاهن يسوي خدمات نشكر، إذا أنتوا حضوركم والتزامكم شكرا، جوقة شكرا، كل واحد معناته محتاج إلى الآخر، لأنه الكائن الإنسان خلق اجتماعي، ما خلق وحده بس. تعيش وحدك وعيش بالجبل بالصحراء، بما أنه تعيش بالمجتمع لازم نحترم واحد الآخر، ولازم نعرف دائما نصلي إلى يسوع مثل ما هو بكل عمل، قبل ما يقوم بكل عمل كان يصلي. فخلي هم احنا نصلي أخوتي أخواتي. مرات تشوفني إذا أكون أنا قاسي بكلامي معكم، ما أقصد أي شيء، أقصده على نفسي أولا حتى نتعلم واحد من الآخر، ونلتزم بالقوانين والشرائع، إذا الكنيسة تعطيها أو الدولة اللي تعطيها لنا، خلينا نلتزم حتى نحافظ على رسالتنا، ونحافظ على إكمال رسالة يسوع في حياتنا. Thank you.
حمارا. ذاك الذي باركنا بكل البركات الروحية في السماء في يسوع المسيح ربنا، الذي أعطانا جسده ودمه عرضون الحياة الأبدية التي لا تفسد. أهو بارك الكنشان، ناقر الجماعة الدان، والقادش العملية بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية، وتكون موسومين بعلامة الصليب الحي الماراني، ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وفي كل أوان وإلى أبد الآبدين.